السلام علیکم گائز، میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج 23 رمضان ہے۔ 23 رمضان شب قدر کے حوالے سے یہاں مرکزی مبارکہ چھلت میں اعمال شب قدر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اب اعمال شب قدر یہاں شروع ہو چکے ہیں اور یہاں اس مرکزی مبارکہ میں بہت بڑا رش ہے۔ وبعد أولدته من غير أب وأتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعة له شريعة ونهجت له منهاجا، وتقيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظا من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يذول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخضع، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمدا صلى الله عليه وآله، فكان كما انتجبته سيد من قلبته وسفوة من استفيته وأفضل من اجتمعته وأكرم من اجتمعته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق ورجت بروحه إلى سمعك، وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم رسلته بالرب وحفظته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، ووعدته أن تزل دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوأته الله مبوأ صدقا من آله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مادة في كتابك، فقلت قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم علي من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك، فلما انقضت أيامه وقام ولي ابن أبي طالب صلواتك عليهما وعليما هاديا، إذ كان هو المنذر لكل قوم، فقال والملو أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وال من عاداه وانصر من نسره واخذل من خذله، وقال من كنت انا نبيا فعلي امير، وقال انا وعلي من شجره واحده وسائل وسائر الناس من شجر شتى، وحله محل هارون من موسى، فقال له انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، وزوج ابنته سيدتي نساء العالمين، وحل له من مسجده ما حل له وسد الابواب الا بابا، ثم أوده علما وحكمة، وقال أنا مدينة العلم وعلي معكما، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها، ثم أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي، وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديري وتنبت إدارتي،
وشيعتك على منابر من نور مضيئة وجوههم حولي في الجنة وانزعوني ولولا أنت يا عليم أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين الحسن صادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين اليرد بعد اليرد أين الشموس طاليا أين أين بقية الله أين بقية الله التي لا تكلو من الحطرة الهادية أين المعد لقطع دابر الذنبان أين المنتظر لإقامة الأمط والعباد أين المرتجى لإزالة الجهور والعدوان أين المدكر لتجديد الفرائض والسمم أين المتطير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاصم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاق أين طامس الزيد والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العطاة والمرضى أين مستأصل آل الإناد والتدليل والإلحاد أين مؤز الأولياء ومذل العداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقى والحمام يا ابن السادة المقربين يا ابن الهجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديم يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطائف الأنجبين يا ابن العتائب المتحرين يا ابن القضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الهرمين يا ابن البرور المنير يا ابن السرج المذيع يا ابن الشعب الفاقمة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأنجم الضائرة يا ابن العلوم الكاملة 10 منٹ کا ٹرپ بریک ہے تو ابھی میں بھی جا کے کپ چائے پی لیتا ہوں ابھی ہم مسجد سے باہر آئے ہیں چائے پینے کے لیے تو ماشاءاللہ چائے اچھی بنی ہے زندگی میں کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جب انسان اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنا آپ کو مختص کرتا ہے سالانہ یہاں اعمال شب قدر کا اہتمام کیا جاتا ہے مجھے تو پرسنلی گائز بہت اچھا لگا اس پروگرام میں میں نے شرکت کی ٹی بریک کے بعد فوراً سحری کا یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے اور ان کو سحری دیا جا رہا ہے صرف کیا جا رہا ہے سحری Thank you.
الله.